السلام عليكم، معكم عدنان سنوسي. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد الحاجه زينه بزاف. هو انا الصراحه كنت هضرت مع الوالد ديالي، قال لي بلي هما كان عندهم واحد الكتيب صغير كانوا كيشوفوا فيه اللوغاريتم وتريغونومتري في الرياضيات، وبقي واحد البحث ديالي صغير لقيت بلي كانت واحد الحاجه اخرى. عاد هذيك الحاجه لوحده اخرى سميتها سلايد رول ولا اون ريغلا كالكوليت ولا الاله الحاسبه قديما. هاي قبل ما نبدا نهضر على هاد الاله نبدا واحد النبذه على التاريخ، وني قبل هادشي واش هو الدور ديالها هادي في البشريه. هاد المسطره كيحكى في واحد الحوار دارتو فاليري نيال اللي هي المديره ديال المتحف الامريكي للفضاء. كانوا يهضروا معاها على التاريخ نتاع الانسان مشى للفضاء وكي دار مشى في الولايات المتحده الامريكيه، وقالوا شي الحاجه اللي تعجبك في هذا المتحف، زعما شي الحاجه اللي عزيزه عليك في هذا المتحف. قالت لهم ودي انا عزيز عليا دوك الاغراض الشخصيه ديال لي زاسترونوت، يعني واش كانوا يهز معاهم ودوك شي حاجه ديالو الشخصيه. قال له فهاد الحاجه الشخصيه شنو عزيز عليك؟ قلت لهم ودي زعما فيما يخص هذاك السفر للفضاء، قلت لهم ودي كتعجبني هاد المسطره نتاع الاله الحاسبه. وكان واحد جوج معروفين، كاين سيرج كورفيل ويرهن فون براون، وهما كانوا يستعملوا واحد المسطره من نوع المسطرات كانوا فيهم بزاف الانواع، اللي هما المسطره اللي كانت عندهم واحد المسطره من صنع الماني سميتها نيستر. واليوم درك في اللحظات هادي نبدا نقول لكم شكون هو هاد الشخص اللي اختار هاد المسطره. شكون اللي اخترع المسطره؟ كان هو ويليام اوغتريد، هو اللي اخترعها. شكون هو ويليام اوغتريد؟ ويليام اوغتريد تزداد في ايطون سنه 1574، ويحكى بلي الاب ديالو كان استاذ تما في واحد الاعداديه ولا في كينغ كوليج دو كومبريدج. هو دخل كينغ كوليج كومبريدج في 1592، كان في عمره 18 سنه. وفاش كان مراهق ما حصل هو على المنحه ديالو حتى 3 سنين مور. ويحكى بلي هو كان الكتب ديالو، يعني هو كان عنده واحد كان يكتب بزاف الكتوبه، وكان يكتب واحد الكتاب على الساعات الشمسيه اللي كان كتبه في سن 23 سنه وما نشروه حتى ل 50 سنه مور. وتا عنده واحد الكتاب واحد اخر مشهور كسميتو لي كالفي ماتيماتيك اللي كانت فيه 80 صفحه، كان صغير ولكن كان امر، كان فيه بزاف ديال الحوايج، كان فيه الالغوريثم، كان فيه الجبر، كان فيه بزاف ديال الحوايج. في سنه 1604 فاش كانت عنده 30 سنه غادي يولي يتقلد واحد المنصب اللي من صغره هو يحلم به، واحد المنصب راهب في الكنيسه تاع انجلترا. وكما قال المؤرخ فلوريان كاجوري اللي قال لك بلي ويليام اوغتريد في الحقيقه هو ما كانش المهنه ديالو استاذ تاع الرياضيات ولا كيدير الرياضيات، لا كانش ماتيماتيسيان كاع، ولكن بالنسبه ليه الرياضيات كان غير واحد المتعه، واحد المتنفس، واحد الهوايه، شي حاجه اللي عزيزه عليه. وهذا المنصب اللي كان عنده في الكنيسه كبير كما نقولوا، كانت عنده واحد المهنه مرموقه فيها الراتب ديالو كبير، يعني كيتخلص مزيان وعنده وقت فراغ كتير، يعني كان عنده واحد الجهد اخر. بصراحه فيما يخص هو المعلومات على عائلته ووالديه هذه ما كاينش بزاف ديال المعلومات صراحه اللي قديت نعرف، ما عرفتش اللي لقيت عليه بلي هو كان متزوج وعنده 2 وليدات، هادشي اللي لقيت عليه، خاطر ما كاينش بزاف ديال المعلومات التاريخيه عليه. حنا نهضروا على القرن 15 ولا 16، في القرن 16 هو زاد في 1500، حنا في 1500. ويقول زعما لما الحوايج اللي كيتحكاو عليه بلي هو كان يقري الرياضيات في البيت ديالو في المنزل ديالو مجانا، يعني ما كانش فلوس باطل. وغادي يموت في 30 يونيو 1660 عند سن يناهز 86 سنه. ولكن واحد كيما نقولوا واحد الحدث مهم قبل ما يموت، شي اسابيع قبل ما يموت كان حرق كاع الاعمال ديالو، كان حرقها. درك غادي نهضروا على المسطره. قبل ما نهضروا على المسطره حنا كنعرفوا بلي اللوغاريتم ديال ا بلس اللوغاريتم ديال بي كيساوي لنا هو اللوغ ديال ا فوا بي، يعني اللوغاريتم هو اللي كيحول لنا الملتيبليكاسيون لاديسيون، يعني الضرب كيحولوا لنا للجمع. وباش نشرحوا يعني باش هاد الصعوبه ما تبقاش، هذاك الكتيب الصغير اللي كان قلت لكم الاب ديالي كان يستعملو، كان باش دير مثلا لوغ ديال ا بلس لوغ ديال بي، خاصك تمشي تقلب على اللوغ ديال ا زائد اللوغ ديال بي وتشوفهم شحال يخرجوا، وعاد دير اللوغ ديال ا بي. دوك شا كانو يتندى ما تقدرش دير ا بلس بي، صعيبه، ومن السهل دير ا فوق بي. دونك في القرن 17 كانت الكتب مكلفه، يعني باش يشريو هذاك الكتيب الصغير اللي قراو به والدينا والناس الكبار علينا باش يديروا به اللوغاريتم تريغونوميتري كذا، كان غالي في ذاك الوقت، ما كانش رخيص، راه نهضروا على القرن 17. وفي الساعه يضيع بالماء، يعني مثلا الا تقاسوا شويه ديال الماء ولا ديتو سافرت به ولا غالي، ما زعما كيما نقولوا ماشي براتيك، يعني ما تقدرش تديه معاك وتسافر به. دونك في 1620 واحد الماتيماتيسيان انجليزي سميتو ادموند غونتر غادي يكتشف بلي نقدروا نديرو شي عمليات حسابيه باستعمال السلم اللوغاريتمي. دونك ما بين القرن 17 والقرن 1970 هاد المسطره ما كانتش معروفه بزاف، اللي كانت كما نقولوا كانت حبيسه غير ديال العلماء ولا المهندسين الكبار ولا هما اللي كانت عندهم. ولكن في منتصف القرن منتصف 1970 هاد المسطره غادي يولي عندها معروفه، واللي هي الاداه الرسميه اللي كتحسب في الحسابات الفعاله تاع المهندسين رواد الفضاء وداكشي. ومع مرور الوقت هاد المسطره ماشي بقى فيها غير، غتولي فيها بزاف ديال الحوايج، غادي يولي فيها الحساب المثلثي، القوه، لي زيكسبونونسيال، الاس، الجذور، المضاعفات تاع بي. وكما قلت لكم هاد المسطره ما غاديش تتشهر لعموم الناس، حتى واحد المهندس سميتو نيفيل ستوس غادي يكتب كتاب على الحياه الشخصيه ديالو وغادي يسمي ليه سلايد رول، يعني مسطرات الحاسبه ولا مسطرات الحساب ولا الحساب. ويحكى باللي ان زعما في بدايه خروج كمبيوتر، يعني كان عاد الكمبيوتر بدا يبان، كانوا واحد الاشارات كيديروا فيهم هاد المسطره وبزاف ديال المهندسين باش يوريو المهندس. وصراحه احدث ظهور لهذا زعما هاد الساعه هاد المسطره كاين واحد الساعات فيهم هاد المسطره. وهاد المسطره كانت معروفه ياخدوها غير لي بيلوت ديال زعما غير لي ربان الطائره وغيره، ولكن في الحقيقه غادي اخترع هاد اوغتريد هاد الاله اللي استعملها اللوغ باش زعما هو صاوب هاد الاله كامله باش تعاونوا في الحساب تاع اللوغاريتم ويربح الوقت. وكما قلت لكم هاد الاختراع ما غادي يلقى الصدى ديالو الشهره ديالو حتى ل 45 سنه الاخيره. وشكرا.